السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم يعني الطلبيه تاع المملحات. راح ندير لكم يوم التحضيرات ويوم تسليم الطلبيه، يعني راح تشوفوا معايا كلش في هذا الفيديو، ان شاء الله يكون يعني ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش ديروا لي جام باش تشجعوني، تابعوا معايا الفيديو الاخر. نبدأ بسم الله في تحضير الطلبية، يعني هذا يوم التحضيرات، يعني يوم قبل تسليم الطلبية. نذكركم فقط باللي الطلبية هذه وش فيها، فيها ميني بسطيلة، فيها ميني تاكوس مثلثات، كورني بعجينة المورقة، وفيها أيضا إسكيمو المالح اللي راح نديره معكم بالتفصيل. كما شفتوني البنات في البداية يعني غسلت صدر الدجاج، غسلته مليح بالخل أكيد. من بعد درت أول حاجة يعني درت الدجاج تاع ميني بسطيلة، هي أول حاجة درتها طيب، يعني قليتها مليح مع البصل والتوابل، ويعني درتها معكم مقبل بالتفصيل. راح أخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. درت يعني صدر تاع الدجاج تاع ميني بسطيلة درته طيب، والآن راح ندير معكم الحشوات تاع الكورني وأيضا تاع تاكوس مثلثات. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اللي في القدر هو حشو تاع كورني، واللي في المقلاة هو حشو تاع التاكوس. في القدرة درت حوالي 600 غرام لحم مفروم، وفي المقلاة درت حوالي 700 غرام لحم مفروم. درت يعني فيهم في زوج، درت الزيت ودرت الزبدة ودرت أيضا البصل المفروم. بالنسبة للتوابل تقريبا يعني درت لهم نفس التوابل، درت ملح، فلفل كحل، شوية قرفة، زنجبيل والكركم. لكن تاع التاكوس ضفت له تابل آخر اللي هو تابل تاع الشاورما، هذا ما كان، يعني هذه هي الإضافة اللي درتها زيادة. نقليهم مليح في زوج كما راكم تشوفوا هكذا البنات، يعني خطرة على خطرة نجي نخلطهم كما راكم تشوفوا باش ما يتكتلش اللحم المفروم. يعني هذا هو اليوم التحضيرات، حبيت نقول لكم واش تقدروا توجدوا النهار مقبل كي يكون عندكم طلبية تاع مملحات، وراح تشوفوا يعني نهار الطلبية واش نقدر ندير ايضا. نخليهم يتقلاو مليح. من بعد واش ندير يا البنات، في الحشو تاع تاكوس مثلثات ضفت مغرف صغيره مايونيز، مغرف صغيره موتارد، والهريسه يعني نص مغرف صغيره ولا على حسب نتوما واش تحبوا. من بعد ضفت قطعه جبن ابيض هكذا، ندخلها مليح في الحشو. بلا ما ننساو الحشو تاع الكورني، يعني منين ذاك نخلطو هكذا البنات. يعني انا راني منقصه على النار على القدره، على بها راهي بالعقل الطيب. نخلط مليح الحشو تاع التاكوس، نخلطو مليح كي يدخل لي هذاك الفرماج، نضيف له الجبن المبشور. هاي ليك، ضيفوا الكمية اللي حبيتوها نتوما، يعني هذا الحشو يجي بزاف هايل، يجي مشمخ. وهنا ضفت له كمية من الكريمة السائلة، يعني كما قلت لكم ما يجيش ناشف، يجي بزاف بنين، ما يقعد يبات يعني ويبقى هكذا القوام تاعو، يبقى يبان طري ويبان مشمخ. وهاوليك الحشو تاع ميني تاكوس راهو واجد. الان نروح نكمل الحشوة تاع الكورني. كما شفتوا حبيباتي، بعد ما تقلى اللحم المفروم مليح ضفت له زيتون الاخضر اللي كنت مرقداته في الماء، يعني باش يتنحى كامل هذاك الملوحيه تاع الزيتون. من بعد ضفت له الجبن الابيض والجبن المبشور، وضفت له ايضا صلصه البيشاميل اللي كنت خدمتها وخلطته، ولا يعني الحشو تاع الكورني راهو واجد. هنا راني نوري لكم واش اللي محضره يعني كامل لحد الان. كما راكم تشوفوا يعني الحشو تاع التاكوس راهو واجد، الجبن المبشور راني نحيتو، الزيتون اللي نزينو في تاكوس مثلثات راهو واجد، يعني كل حاجه راهي واجده. بالنسبه للمملحات تاع التاكوس وتاع تاع الكورني، من غير يعني الخبز تاع التاكوس مازال ما خدمتوش، ولي كورني مازال ما خدمتهمش، يعني نوجد قبل الحشوات، من بعد يعني نحضر الحاجات الاخرين اللي يبقاو لي.
الآن البنات راح نحضر الإسكيمو معكم، راح نحضره بالتفصيل. هنا كما راكم تشوفوا راني دايرة أنا يا حوالي كيلو تاع صدر دجاج، كنت رحيته، درت معاه كمية من البصل أيضا يكون مرحي، درتهم يعني في القدر، درت معاهم الزيت والزبدة. هذه هي بالنسبة للكمية يا البنات. شوفوا نعطيكم مقادير صغيرة، رطل تاع صدر الدجاج يدلكم حوالي 15 إسكيمو. أنا قلت لكم درت حوالي كيلو، صافي راح تقطعلي حوالي 30 وحدة ولا أكثر شوية. المهم البنات راح ندير التوابل. انا يعني حطيتهم فوق النار، درت الملح، فلفل كحل، درت شويه قرفه، وندير زنجبيل والكركم. نخلطهم مع بعض، نخلي الحشو هذا يعني يتقلى مليح مليح. من بعد كي يطيب نخليه يبرد، من بعد نروح نحطه في هذا الروبو. كما راكم تشوفوا البنات حطيت نصف الكميه، يعني حوالي رطل تاع لحم مفروم طايب. راح ندير عليه زوج مغارف كبار تاع ارز، يعني كنت مطيباته ومصفياته وكنت رحيته، يعني راهو هذاك الرز راهو مرحي. درت معاه المعدنوس، درت معاه مغرف كبيره شابلور، ودرت معاه يعني هذيك الكميه دات لي زوج بياض بيض، يعني ضفت زوج بياض بيض، وضفت ايضا كميه من الجبن الابيض، يعني هذاك الجبن اختياري، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش، لكن انا حبيت نضيفه باش يجيني الحشو بنين ويجيني طري. من بعد جبت المول تاع الاسكيمو كما راكم تشوفوا، يعني خدمت بهذه الطريقه، حطيت شويه من الحشو، خليت يعني فراغ في الوسط، حطيت فيه الجبن الابيض. وهنا البنات يعني كما تحبوا نتوما، تحبوا ديروا جبن مربعات ايضا تاع البرجر، يعني تقدروا تضيفوا هذاك ثاني. من بعد ما درت الفرماج راح نزيد كميه من فوق تاع الحشو تاع الدجاج، نسقمهم مليح هكذا البنات. من بعد حطيت عود تاع الاسكيمو، من بعد حطيتهم في المجمد، نخليهم حتى يتجمدوا يعني باش نقدر نحيهم. من بعد كي نحيتهم حطيتهم يعني في صحن وخليته في المجمد، يعني غطيته مليح بالكيس بلاستيكي وحطيتهم في المجمد هكذا، يعني بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. قلت لكم انا درت كيلو، خرجت لي اكثر من 30 وحده. بالنسبه للعود تاع الاسكيمو تحبوا ديروه في هذه المرحله، تحبوا يعني تقليو الاسكيمو بلا العود تاع الخشب هذا، ومن بعد كي يطيب تروحوا ديروا العود عادي، يعني راح يلصق لكم كي تحطوه بعد ما يطيبوا. تحبوا تقليوه هكذا يعني بالعود كيف كيف، ما يصرى له والو كي تقليوه تقليو الاسكيمو بالعود، يعني لكم الاختيار. انا يعني خدمت بهذه الطريقه، يعني خدمت على جي حطيتهم هنايا بعد ما جمدوا لي، نحيتهم، شوفوا الشكل تاعهم كيفاش راح يكون. حطيتهم يعني في صحن كما قلت لكم، كملت كامل الكميه وخليتهم باتوا في المجمد. غدوه من ذاك يعني نهار تسليم الطلبيه، نحيهم من المجمد وشوفوني واش ندلهم. هنا البنات يعني نهار ثاني تحضيرات، واش وجدت؟ وجدت الكريمه اللي راح نرافقها مع المملحه تاع الاسكيمو. هنا يعني ما صورت لكمش من قبل، بصح درت حوالي كاس تاع كريمه سائله، ضربتها بالباتور كما راكم تشوفوا يعني حتى تطلعني مليح. من بعد راح نضيف عليها الجبن الابيض، ونضيف عليها كميه من الموتارد، وضفت ايضا فلفل كحل. هذا ما كان، كملت خلطتهم يعني حتى يتجانسوا مع بعض. والكريمه تاعي راهي واجده، هذه الكريمه تجي بزاف بنينه يا البنات. انا راح نرافقها مع المملحه يعني في الصحن هذاك، يعني تقدم مع المملحه تاع الاسكيمو. تقدروا يعني ديروها في ليفيغين مثلا، يعني تجي بزاف بنينه. هذه الكريمه سيوها البنات، على بالي ما شحت تندموا. قلت لكم انا استعملت كريمه سائله اوبلا، يعني على بها طلعت لي مليح كما راكم تشوفوا. هذا ما كان، دوكا نكمل نطلعها، شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش يا البنات، دوك نحتفظ بها في الفريجيدر. هنا نهار تسليم الطلبيه مع الصباح كامل، راني نوري لكم واش وجدت، يعني ما كنت صورت لكم من قبل. وجدت خبز التاكوس، يعني
راني دايرتهم معكم من قبل، راح اخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، يجي ما شاء الله راكم تشوفوا يعني وجدتوا يوم من قبل وباقي طري وباقي بزاف هايل هاوليك. ووجدت ايضا لي كورني يعني بالعجينه المورقه، كنت يعني حضرتهم نهار ما قبل، اكيد يعني كنت مغطيه كلش. هنا راني نوري لكم يعني كنت غسلت الماعن تاع في الليل يعني تاع البارح في الليل، راح اول حاجه راح نخمل هذوك الماعن، من بعد تشوفوني يعني واش وجدت اول حاجه، يعني واش هي اول حاجه وجدتها، يعني راح نقول لكم كل حاجه بالترتيب. وراني موجده ايضا هذو لينو اللي راح نحطهم في الاسكيمو المالح، راح نلصقهم بالبيستولي اكيد، يعني هذاك هو الخيط اللي استعملته. وراني موجده كلش يعني باش نبدا في الخدمه. اول حاجه بديت بها نهار تسليم طلبيه هي رحت نوجد تاكوس مثلثات، قسمت الخبزة تاعي على ثلاثة، يعني سبق وشاركت معاكم طريقة كيفاش قسمتهم على ثلاثة. من بعد جبت الحشوة تاعي اللي كنت موجدتها نهار مقبل، يعني نستعملها باردة ماشي شرط نسخنها، على خاطر من بعد المملحة تاعي راح نديرها في البانينز. كما راكم تشوفوا درت كمية من الحشو حوالي مغرف كبيرة معمرة مليح، درت لها شوية جبن مبشور، من بعد بديت نطوي في المثلثات تاع التاكوس بهذه الطريقة. إلا كانوا الزيادة تاع العجينة راح ننزحهم بالمقص عادي، وهاوليك المملحة راهي وجدة. بنفس الطريقة راح نكمل كامل الحشوة اللي عندي حتى نكملهم، من بعد ما نكملهم نغطيهم حتى دقيقة، يعني اللي نجي نوجد المملحة تاوعي نديرهم في البانينوز ونقدمهم في طباسية تاع الطمينة ونزينهم بالزيتون اللي كنت محضراته. هذا ما كان، والمملحة تاعي هنايا يعني المملحة الأولى راهي وجدة، ما تنساوش برك يعني تغطوها حتى الوقت اللي نروحو نكملوهم. هذا هما المملحة الأولى راهي واجدة. الآن نروح نكملو النوع الثاني اللي هو ميني بسطيلة. البنات اليوم راح نديرهم بهذا المول، يعني تجي سهل أكثر. واستعملت الديول تاع الدار صراحة هذه المرة، يعني جربت الديول تاع جارتي راهي تخدمهم، يعني يجوا ما شاء الله وكتشوفوهم يعني طرايا ويعني سهلين في الخدمة تاعهم. شوفوا البنات راح نقسم الوحدة تاع الديول، يعني نقسمها على اثنين، وكاين اللي راح نزيد نقسم النص هذاك نزيد نقسمه على اثنين. يعني في الوحدة تاع ميني بسطيلة راح نحتاجو نص ورقة تاع الديول وربع ورقة تاع الديول. نحتاجو المول هذاك، في الأول ندهنو مليح الديول تاعنا بالزيت والزبدة ولا حتى الزيت وحدها، يعني كيما تحبوا نتوما. نحطوا النص تاع الديول قبل، من بعد نحطوا فوقها الربع تاع الديول اللي كنا قسمناهم، نكونوا يعني حطيناهم بالعكس. نحطوا حوالي ملعقة تاع دجاج اللي كنا طيبناه من قبل يكون مفتت، من بعد نحطوا الحشو تاع البصل اللي كنا ضفنا له البيض، يعني كلش راني دايرته معاكم في الفيديو اللي من قبل، يعني كنت حاطه معاكم الوصفة تاع البسطيلة. من بعد حطيت لها الجبن الابيض، هذا ما كان. من بعد يعني نسقم كيما تحبوا نتوما، نقصوا هذاك الزائد وهاي ليك الميني بسطيله تاعي راهي واجده. راح نعاود معكم واحده اخرى باش تفهموني مليح. ندهنوا مليح الديول تاعنا، نحطوا النص، من بعد نحطوا فوقها الربع، من بعد نحطوا الحشوات اللي كنا وجدناهم. بالنسبه للميني بسطيله كاين بعض الاخوات اللي شافوا الوصفه وقالوا لي ماشي بسطيله هذه. انا اصلا يا البنات قلت لكم في الفيديو البسطيلة تاع الصح تجي باللوز وكاين اللي يديروا لها زبيب وكامل، لكن يعني انا لاحظت باللي الاغلبية ما يحبوش الحلو والمالح كما انايا. ترجع يعني على حساب الزبونة وعلى حساب الطلب تاع الزبونة. كاين بزاف اللي ما يحبوش قلت لكم حلو ومالح، على بها يعني درتها بهذه الطريقة تجي بسطيلة مالحة هذا ما كان. بعد ما كملت الكمية اللي عندي، وكما على بالكم حبيباتي انا درت في الاول 2 كيلو صدر دجاج. هذه الكميه قطعت لي حوالي 38 وحده ميني بسطيله، تقدر دير لكم حتى 40 وحده، يعني على حساب كميه الدجاج اللي ديروه الداخل. هاي ليك كما راكم تلاحظوا الشكل تاعها النهائي. من بعد انا درت لهم شويه سمن من الفوق، من بعد حطيتهم يطيبوا في فرن يكون مسخن من قبل، درجه حراره 180 ولا حتى 200 درجه، كل وحده يعني تعرف في الفرن تاعها. نخليهم يطيبوا من تحتها، كي يطيبوا من تحتها نزيد نكمل لهم طيب تاعهم من الفوق، هذا ما كان. ونزينهم بالجبن المبشور. بعد ما حطيت الميني بسطيله تاعي طيب، رحت جبت الاسكيمو المالح، جبتهم من كونجيلاتور مباشره. وجدت البيض تاعي، وجدت الخبز المرحي،
راح نستعمل البانسو، راح تجيكم يعني الخدمة سهلة. ندهن مليح الإسكيمو بالبيض، من بعد نروح نديرهم في الخبز المرحي. راح نكمل كامل كمية بنفس الطريقة، من بعد نعاود لهم طبقة ثانية بنفس الطريقة، يعني نعاود نجيب هذوك اللي درت لهم الخبز المرحي يعني المرة الأولى، راح نعاود ندير لهم البيض ونزيد ندير لهم الخبز المرحي يعني للمرة الثانية. هكا تجيكم طبقة مقرمشة، وتظنوا انه ما يتحلوا لكمش كي يكونوا في المقلة. هذا مكان دوكا راكم تشوفوا واش راني ندير، نكملهم كامل. في هذا الوقت البنات انا راني حاطه المقلة تاعي يعني تسخن على نار متوسطة، هاي ليك حتى نكمل كامل الكمية. كاين ملاحظة لازم نقولها لكم البنات، الإسكيمو كما على بالكم راهو جامد، يعني كي ديروا له البيض، البيض هذاك راح يجمد لكم بالخف، على بيها يعني كل ما ديروا البيض روحوا ديروا ثم الخبز المرحي في الإسكيمو باش يسقى لكم في هذاك البيض، إلا يعني طولتوا عليه وما درتوش الخبز المرحي ثم راح يجمد لكم هذاك البيض وما يسقى لكمش الخبز المرحي. هذا ما كان يعني خدموا بالوحدة، دهنوها وديروا لها الخبز المرحي. بعد ما سخن لي الزيت راح نقلي مباشرة الإسكيمو، نحطهم في المقلة. قلت لكم لازم تكون سخونة على نار متوسطة حتى تكون شوية قوية، يعني ما تكونش قليلة، على خاطر يعني كيما على بالكم كل حاجة راهي طيبة، يعني راح تدي لي لون. هذا ما كان نقليهم بهالطريقة هاكا حتى نشوفهم حمارو، نحيهم ونحطهم فوق البابي باش يتنحى هذاك الزيت الزايد. هذا ما كان هم ليك هنا راهم تحمروا لي مليح، راح نحيهم. ونكمل نقلي الباقي بنفس الطريقة، شوفوا اللون كيفاش يكونوا. ها مليك هنا وريت لكم في الإضاءة كيفاش يكونوا. الآن راح نكمل لهم التزيين، كما راكم تشوفوا راح نلصق هذوك لينو اللي كنت وجدهم من قبل بالبيستولي، نحطهم يعني هكا تجيكم الخدمة سهلة كي تكونوا محضرين كل حاجة نهار مقبل. من بعد هنايا راح نقطع القارص. انا صراحه في الاول كنت راح نحطوه في هذه المملحه، لكن من بعد يعني ما عجبتنيش، من بعد خليت هذا القارص نحطوه فوق البسطيله، يعني نزين به البسطيله. هاي ليك نقطعهم كامل نوجدهم. نجيب هذو مصحون، يعني وريتهم لكم في مشترياتي في الفيديو اللي فات، قلت لكم شريتهم 1000 فرانك للواحد. نحطهم نوجدهم كامل، نحطهم هكذا. من بعد نوجد الكريمة اللي كنت يعني وجدتها أيضا ليلة من قبل، حطيتها في البوش، ومن بعد نشكلها بهالطريقة، يعني التشكيل كما تحبوا نتوما، أنا حبيت نقدمها هكذايا. نحط شوية في الطرف، من بعد نحطوا الاسكيمو. كما راكم تشوفوا البنات يعني في الاول انا حطيت الاسكيمو مباشره في الطبسي، من بعد يعني جاوني الزغدو مام في العلبه، يعني خفت يتحركوا، على بها عاودت نزحتهم، حطيت تحتهم شويه كريمه باش يبقاو يعني مثبتين في الطبسي. هنا البنات زينت بالمعدنوس، هنا في بلاصه المعدنوس كنت راح ندير القارص، لكن من بعد ما عجبنيش اصلا القارص، كنت راح نديرو يعني في البسطيله، يعني راح نديرو في البسطيله والمعدنوس درتو هنايا. في الاخر كامل زينتهم بالجبن المربعات، استعملت هذا الطابع كما راكم تشوفوا، يعني في الاول ثاني حطيتهم هكذا، من بعد عاودت نحيتهم يعني لصقتهم بالكريمه هذيك، ساعدتني بزاف هذيك الكريمه، وكملت المملحه تاع الاسكيمو. شفتوا الشكل تاعها. وهنا البسطيله بعد ما طابت حطيت لها الجبن المبشور من الفوق، والقارص يعني ما حطيتوش دوكا، عطيته لهم في علبه، يعني قلت لهم حتى كي تجيو تقدموه باش تحطوا القارص من فوق باش ما يطلقش الماء تاعو ويطري البسطيله من الفوق.
هذا مكان راني كملت المملحة توعي، راني نوريكم في المملحة تاع الإسكيمو، شوفوا كيفاش تجي، شوفوا الكريمة كيفاش تجي حاكمة روحها وتجي بزاف بنينة. الشكل تاع الإسكيمو هاوليك، قلت لكم ثبتوا بنفس الكريمة هكذا باش ما يزغدليش في الباطا، ما يتحركش يبقى هكذا. هذا هو الشكل تاعو النهائي. بالنسبة للأسعار تاع المملحات، مملحة الإسكيمو البنات تحسبوها 10,000. شوفوا البنات هي صح تجي زاكية، قلت لكم رطل تاع صدر الدجاج يدلكم حوالي 15 إسكيمو، لكن كما لاحظتوا يعني غير الطبسي وحده يدير 1000 فرانك. كاين بزاف يعني حاجات البريستيج، يعني الشكل تاعهم هو اللي يزيد يطلع السعر تاع ذيك الحاجة. على بها يعني ديروا حسابكم لهذا الأمور، تقدروا ديروهم في الكيسات برك، لكن تنقصوا لهم في السعر، مثلا تحسبوهم 9,000 ولا وديروهم في الكيسات. إذا كانت حاجة بريستيج هكذا يا أكيد راح تكون سعر تاعها شوية طالع، قلت لكم 10,000. بالنسبة للميني بسطيلة، شوفوا ميني بسطيلة تقدروا تحسبوها من 10,500 حتى 11,000، على خاطر علاه يعني البسطيلة ما تجيش زاكية كيما الإسكيمو. قلت لكم رطل تاع صدر الدجاج راح يدلكم حوالي 9 حبات تاع بسطيلة هذا مكان، على بها السعر تاعها يكون شويه طالع هكذا. بالنسبه لميني تاكوس مثلثات ايضا تقدروا تحسبوه 10,000، وبالنسبه للكورني تحسبوه 7,000، 7,500. يعني شوفوا الاسعار انا عطيتها لكم بالتقريب، تقدروا تنقصوا شويه، تقدروا تزيدوا شويه على حسب المواد اللي تخدموا بهم وعلى حسب الاسعار تاع اللوازم اللي راهي تدور في المنطقه تاعكم. يعني مثلا الدجاج يعني خطره وطالع خطره وهابط، انتم دائما يعني ديروا حسابكم لهذا الامور، ماشي دائما يعني يبقى السعر ثابت، ماشي نفس السعر اللي يخدموا به كامل المناطق اللي في البلاد، يعني كل واحد يدير اللي تخرج عليه. المهم انا عطيت لكم بالتقريب باش نعاونكم هذا ما كان. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم البنات يعني كثروا لي جام وكثروا لي تعليقات. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.